مشروب زي ما قال عليه الشاعر الصيني لوتونغ، الكوب الأول يرطب شفتي وحلقي، والكوب الثاني يكسر وحدتي، والكوب الثالث يجوس داخلي، والكوب الرابع يتسبب بتعرق بسيط تخرج معه من مسامي جميع مساوئ العيش، وحين أصل إلى الكوب الخامس أكون قد تطهرت، والكوب السادس يناديني إلى جنات الخلد، والسابع لا مش هيشرب أكتر من كده، هو آخره ستة. قال لك خلاص أنا زهقت. النهاردة هنتكلم عن شراب الملايين وهو الشاي. مين فينا مش بيشرب الشاي؟ أظن مفيش بيت في مصر إلا غيره عنده بعد كل وجبة أساسية لازم كوباية الشاي عشان تعدل دي. عزيز المشاهد لازم نعدل دي، وعشان نعدلها أعتقد بقى إنك مشترك وعمل اللايك، ويلا نبدأ حلقة النهاردة، يلا بينا. في الاول هنتكلم عن تاريخ الشاي وبدايته. فكان في واحد من الاباطره الصينيين اسمه شونغ، وكان في رحله من رحلاته في ارض الصين، فوقف هو ورجالته ياخدوا كده راحه، وكان الامبراطور ده اعتاد من زمان انه يشرب كوبايه ميه سخنه من وقت للتاني في اعتقاده انه بيعمل على وقايه الجسم من الامراض. فخلاص بقى وقف وجهز كوبايه الميه السخنه، جه ورق شاي وقع في الكوبايه من غير قصد ولون الميه السخنه اتغير، بس المفاجاه ان الامبراطور شرب وهو مش واخد باله ان لون الميه اتغير ولا ان وقع فيها حاجه. ولما شرب الشاي الاخضر حس بانتعاش ونشاط، فبعد كده امر ان يتم غلي الميه مع الشاي الاخضر ويوزعه على باقي اللي معاه هو ورجالته. ومن بعدها الشاي سجل انتشار واسع في الصين وبقى ليه مكانه مهمه في المجتمع. طب انت دلوقتي بتقول لي الشاي الاخضر، انا ماله من الشاي الاخضر؟ احنا كلنا بنشرب الشاي الاسود المعروف. ما هو عزيز المشاهد لحد منتصف القرن ال17 كان كل الشاي الصيني شاي اخضر، ومع زياده التجاره الخارجيه فيه فالمزارعين قالوا لك عايزين طريقه نحافظ بيها على اوراق الشجر، فعملوا للشاي تخميره خاصه وحافظ الشاي الاسود على نكهته وطعمه وريحته لفتره اطول من الشاي الاخضر اكثر حساسيه، وده سهل عليهم عمليات التصدير للبلاد التانيه. على الرغم من اكتشاف الشاي من آلاف السنين إلا أن المصريين عرفوا الشاي في أوائل القرن العشرين. كان السبب الرئيسي لدخول الشاي لمصر هو نفي أحمد عرابي إلى جزيرة سرندب في 1882، والجزيرة دي موجودة في المحيط الهندي في جنوب الهند واللي دلوقتي اسمها جمهورية سريلانكا الاشتراكية. فهناك اتعرف أحمد عرابي على الأهالي وكان بياكل وبيشرب معاهم، وكان السير توماس جونستون ليبتون عنده مزرعة لزراعة الشاي في الجزيرة، فدعا أحمد عرابي قال له تعالى بقى نشرب كوبايتين شاي مع بعض لأول مرة. وأحمد عرابي أعجب بطعم الشاي وتمزج بقى، فراح بعت الشاي لأصدقائه والأهل في مصر، ودي كانت أول مرة الشاي يدخل فيها مصر. بعض الدراسات استمرت في ذكر ان الشاي بيقلل مستوى الحديد في الدم. صحيفة اندبندت البريطانية قالت الى جانب ان الشاي بيعطي للفرد جانب من الاسترخاء فقد يكون مفيد للعقل. في دراسة اجرتها جامعة سنغافورة قالت ان الناس اللي بيشربوا الشاي بانتظام عندهم مناطق دماغية منظمة بشكل افضل مقارنة مع الناس اللي مش بيشربوا الشاي. وهنا يبقى احنا بنأكد على مقولة ساعتين الجد وكوبايتين الشاي والدنيا تتلم معانا. وجامعة سنغافورة بالتعاون مع جامعة إسكس وجامعة كامبريدج في بريطانيا بتحليل البيانات للتصوير العصبي ل 36 شخص من كبار السن بتتراوح أعمارهم بين 65 فأكتر بالإضافة لاستهلاك الشاي، وقاموا بتحليل عوامل تانية زي الصحة ونمط الحياة والحالة النفسية. فطلعت النتائج إن الناس اللي بيشربوا الشاي الأخضر أو الشاي الأسود على الأقل لمدة 4 مرات في الأسبوع لمدة 25 سنة عندهم مناطق دماغية مترابطة بطريقة أكتر فعالية من اللي مش بيشربوا الشاي. وبس كده وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا، وان شاء الله قريب هنفعل المقولة بتاعت كوبايتين الجد وساعتين الشاي. وبمناسبة دخول الجامعات برضو بنجهز لفكرة فيديو ان شاء الله استناها قريب، هتنزل على اخر الاسبوع ده او اول الاسبوع الجاي بالكتير. بتتفرج على الحلقات اللي قبل كده، استنى الحلقة الجاية. مع السلامة.